وعقد البرلمان العربي اجتماعه الخامس بمشاركة وفود عربية من ضمنها وفد برلماني سوري للمرة الأولى منذ سنوات. وخلص البرلمان في جلسته إلى أن عودة سوريا لحاضنتها العربية سيشكل مرحلة مفصلية في اتجاه حل الأزمة السورية بشكل نهائي، مما ينهي معاناة الشعب السوري والتي دامت 12 عاما. نحن لم نغب عن ذهن العرب ولم تغب العروبة عنا يوما. نحن قلب العروبة النابض، عندما عدنا إلى مكاننا الطبيعي. كنا نأمل أن يكون ذلك قبل فترة طويلة. تغيبنا عن البرلمان العربي لمدة عقد ونيف، لكن عودتنا الآن إن شاء الله ستكون منطلقا جيدا للعمل العربي المشترك، أن نعزز هذا العمل العربي المشترك. هذا ما لاحظته منذ وصولنا نحن كوفد في الجمهورية العربية السورية إلى أرض مصر الكنانة، من كل الوفود العربية المشاركة بدون استثناء من الشعب المصري الشقيق الموجود الترحاب في وفد الجمهورية العربية السورية. هذا الحب بالتأكيد هو نابع عن مدى قوة العلاقة بين الأشقاء العرب فيما بينهم. تم مناقشة الكثير من القضايا الحساسة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وخصوصا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من التقسيم المكاني والاقتحامات للأقصى، وكان رد البرلمان العربي واضح وصريح بهذا الخصوص، وكذلك ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية لأهلنا في فلسطين.